السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 11 من سلسلة تمارين الدالة الأسية. التمرين يقول حل في R المعادلة الآلين ديال الإكسبونسي ديال X ناقص 2 تساوي 3. إذا أول خطوة كنحددو مجموعة تعريف المعادلة. إذا ليكن دي مجموعة تعريف المعادلة. إذا هذه المعادلة معرفة إذا تحقق الشرطان. الشرط التالي، إذا احنا عندنا الآلان، يعني ما بداخل الآلان دائما خصو يكون موجب قطعا. إذا خصو يكون عندنا الإكسبونسي ديال إكس ناقص 2 تكون أكبر قطعا من الصفر. إذا هذه المترجحة قد يمكن لنا نحددو الحلول ديالها. إذا عندنا أو إكس ناقص 2 أكبر من الصفر تكافئ أو إكس، إذا ناقص 2 ديال الطرف الثاني ترجع 2. إذا ندخل الالين على الطرفين غيرجع عندنا اكس اكبر من الالين ديال جوج. اذا المعادله معرفه اذا كان اكس اكبر من الالين ديال جوج، يعني يمكن نكتب دي تساوي اذا المجال الين جوج زائد لا نهايه. اذا ليكن اكس من دي، يعني من مجموعة تعريف هذه المعادله. إذا الآلان ديال أو إكس ناقص 2 تساوي 3 يكافئ. إذا كنعرفوا بأنه الآلان ديال أو بشكل عام، أو إلا كان عندنا أو إكس تساوي إيكغيك فتكافئ ماذا؟ تكافئ أن إكس كتساوي الآلان ديال إيكغيك. إذا عندنا حنا هاد التعبير هذا، رجعوا لهاد التعبير هذا، يعني أن أو إكس ناقص 2 تساوي ماذا؟ تساوي الإكسبونونسييل ديال 3. إذا أو إكس ناقص 2 ديال الطرف الثاني غترجع 2 زائد أو ديال 3. إذا أو إكس كتساوي لنا 2 زائد أو أس 3، أي أن إكس تساوي، يعني تكافئ الألان ديال 2 زائد الإكسبونسييل ديال 3. بطبيعة الحال هذا الحال خصني نتأكد بأنه كينتمي لمجموعة حلول المعادلة، وبالتالي هنا راه باين بأنه الآلان ديال 2 زائد أو أس 3 راه كبر من الآلان ديال 2، وبالتالي راه كينتمي للدي. إذا أس كتساوي لنا الآلان ديال 2 زائد الإكسبونسييل ديال 3.